كلية أستا. وصول موكب سيدي ساح. وصول موكب سيدي حضرة صاحب السمو أمير البلاد القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، حيث يكون باستقباله سيدي معالي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الأحمد الجابر الصباح، وسعادة رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن محمد خالد الخضر، وسعادة نائب رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن عبد الله النواف الصباح، وآمر كلية علي الصباح العسكرية اللواء الركن بدر أحمد العوضي. وصول سيدي حضرة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير البلاد المفدى القائد الأعلى للقوات المسلحة حفظه الله ورعاه. مستقبلا بكل حفاوة وتكريم من لجنة الاستقبال وعلى رأسها معالي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح، وسعادة رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن محمد خالد الخضر، ومدير كلية علي الصباح العسكرية وقيادات الكلية. وصل قائد الإنسانية، وصل رمز الوطن، رمز الشموخ والعطاء، وصل سيدي حضرة صاحب السمو أمير البلاد القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه في هذه اللحظة المباركة. حللت أهلاً يا قائد الإنسانية، حفظك الله ورعاك، وأنت تشهد حفل تخريج أبنائك هذا اليوم لينضموا إلى من سبقوهم في ميدان العمل، ميدان الشرف والرجولة